الصبح يوم مصباح 5/8 قالوا اجى داعش هجم على المنطقة. العالم كلها طلعت اللي بسيارته واللي يمشي وعادي طلعت كليته. وانا بقيت ثاني يوم ضربنا هاون وخليت نفسي، سووا العملية بالمستشفى واقربائي انطانا بيت بالملعب. بعدين تهجرنا وين هم صار هجوم على الملعب، هم اجينا عاد تحولنا البغداد 29/10/2014 استشهد. راح هو منتسب شرطي راح سجل حضور بالفوج ماله ومن رجع ضرب قناص. من استشهد اخوه انصدم، يعني متعلق بيه هوايه، فمن شافه انصدم. رأسا شكلت عندها الحاله صرع، قبل ما عنده صرع بس تخلف عقلي. بيت بنتي هاي ضربتهم الطائرة وكل العائلة راحوا تسعة، بس هي طلعت من عندهم هاي الموجودة، وثمانية تحت الأنقاض بقوا. من تطلع من بيتك هي صعبة، أنت تعوف كل شي حلالك ممتلكاتك بيتك وتطلع بعمرك، يعني بناء 63 سنة عمرك صار وراح في يوم وليلة، يعني هذا مو صعب علينا؟ هي صعوبة، فكلها صعوبة من التهجير ولحد الآن هي صعبة. يعني أرجع للرمادي ليش؟ يعني منطقتي وعزيزة علي وبيتي وقاعتي وهذا، فلازم أرجع عليها. بس هاي الطيب إن شاء الله تصير زينة أرجع، لأن هنا ماكو شي يربطنا هنا ببغداد، ما عندنا شي يربطنا لا ملوك لا هذا، ما على وش باقي هناك أقربائك منطقتك أقرب كلها موجودة هناك، فأفضل الرجوع للرمادي.